فحص الأسباب والعلاج لهذه الظاهرة، ظاهرة العنف بكل صورة، العنف اللفظي الذي لا يخلو منه شارع من شوارع مصر، العنف الجسدي، العنف ضد المرأة، العنف ضد الطفل رغم القوانين التي تحمي الأطفال، العنف تجاه الفتيات الأقل عددا. هذا ما سنبحثه اليوم وسيكون محور حديثنا ولقاءنا. لما حصلت الفوضى الإعلامية بإنشاء قنوات مسمى زورا بأنها إسلامية، تصدر المشهد من؟ ليس العلماء وليس الفقهاء وليس الخبراء، بل الأدعياء الذين جندوا من وراء الحدود لتفكير البيت العربي من داخله بأيدي أبنائه، فأفرخ العنف الفكري وهدم التكفير والتشريع والتفسير والتبديع والتجهيل والجهامة والقتامة والعبوس. دفعنا بشباب وشابات بنساء ورجال ضحية العنف الذي لم تخلو منه بقع على هذه الأرض. العنف موجود في كل مكان، حتى في الدول المتقدمة هناك عنف، لكن اسمحوا لي أقول أنه أسوأ أنواع العنف العنف الذي قام على اختلافات أو خلافات دينية وعقائدية. هذا شيء مخالف تماما للإنسانية، إنهم يفتقرون إلى الرحمة ويفتقدون إلى معنى الآدمية، لأنه لا ينبغي أبدا أن يمنع إنسان إنسانا آخر من أن يعيش في وطنه، أو أن يهجره من مكانه، أو أن يغلق له دار عبادته، أو أن يهدمها أو يحرقها أو يحولها إلى شيء آخر رغما عنه. هذا كله ضد خلافة الإنسان في الأرض، أن يكون سلاما مع الإنسان أخيه الإنسان، سلاما مع الكون كله. هذا يجعل الإنسان في جانب الوحشية، يعيش مع الوحوش. أما البشر فإنهم يتعاملون كبشر بمنطق الإنسان، بمنطق الرحمة، بمنطق الحب، بمنطق التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. هذا شيء يزعج الأمة العربية كلها، الوطن العربي كله، ولا بد إذن من التكاتف لأن نوقف هذا سيل هذا العنف وسيل هذا التطرف والتشدد الذي جاء ليجني على الشباب ويجني على الأطفال ويجني على النساء ويجني على العجزة ويجني على دار العبادة وعلى أصحاب الأديان. التيارات اللي هي بتمارس العنف تيارات لا تؤمن بالوطن ولا تؤمن بالانتماء للأرض، عندها أجندات أخرى مختلفة. فلا، الدعوة دي مهمة، التوقيت ده مهم، وربنا يوفق لمزيد من هذه اللقاءات والاحتفالات. داعش طبعا للأسف في كتير مش فاهمين يعني ايه داعش. اولا هي اربع حروف، قصدهم الحروف دي دال دولة، الالف اسلام، دولة الاسلامية بالعراق والشام، داعش. وعملوا حاجة هنا في ليبيا قريب سموها دالم، دولة الاسلامية بليبيا ومصر. فدي تنظيمات ارهابية، عصابات لا تحب الإنسان، لا تحب السلام، لا تحب الأمان، لا تحب التعمير، لا تحب الحضارة. فكل من كان ضد السلام هو إنسان مشوه لازم يعالج. فهم ضد الإنسان، هم مش ضد المسيحية بس، هم ضد أي دين سماوي بيدعو للخير، بيدعو للسلام، بيدعو للأمان، بيدعو للرحمة، بيدعو للمحبة. فهم ضد كل شيء جميل اقتصاد يعني. طبعا احنا عارفين ان الناس دي اتولدت من رحم تنظيم القاعدة، يعني في الاصل دول تنظيم القاعدة اللي هو في الاصل برضو من بطن تنظيم الجهاد اللي ارتال الرئيس السادات في سنة 1991. طبعا حزنانة، قلبي موجوع على بلدي، و
واللي يتعرضون إلى من مؤامرة، هذه المؤامرة الكبيرة، التهجير اللي يعاني منه سواء الشيعة في تل العفار أو المسيحيين من موصل أو الأزيديين من سنجار، أمر مؤلم. وأتمنى أن يتكاتف الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والسياسية والإثنية، يتكاتفوا ويقف بإيد واحدة ضد الإرهاب اللي لن ولن نتخلص منه إلا بمحبة البعض.